الجزء الخاص بالاستثمار الرياضي والجزء الخاص بالاقتصاد الرياضي والجزء الخاص بالتسويق الرياضي. ده في الحقيقة لو قلنا احنا بنتكلم النهاردة على شيء متخصص شوية اسمه المعارض الرياضية. المعارض الرياضية هو ظهر من فترة طويلة في بلدان العالم، وكل دولة يمكن خدت معرض او اتنين ركزت فيهم جدا. وعايزين لما نشجع ده المعارض بتجتذب رؤوس الاموال وشركات اللي بتشتغل في المنتج الرياضي ان هي تعرض وتبيع، وسواء على الناتج او الجانب المحلي او كمان لما يكون الشركات الكبيره الاجنبيه اللي تيجي مصر، وده جزء من السبورتس توريزم او السياحه الرياضيه. النادي الاهلي احيانا كان بيفكر وبيتكلم او عنده رؤى مختلفه شويه. النهارده يعني ايام قليله بنك معرفه، النهارده مؤتمر اخر لشراكه استراتيجيه بالنسبه لمعرض هام جدا، واهميته كمان ان الدوله هي ترعى هذا الحدث من خلال طبعا وزاره الشباب والرياضه. طبعا الدور الرئيسي بتاعنا هو الرياضه، لكن يكون هناك كمان دور مختلف شويه، لازم ان احنا نحس بيه. الحقيقه يمكن اعباء كثيره جدا موجوده على الدوله. النهارده النادي الاهلي ازاي يشارك في هذه الاعباء وازاي يكون ليه دور ولو بسيط وصغير في استخدام العلامة التجارية زي ما قال سيادة الوزير. أعتقد النادي الأهلي بوجود معرض بهذا الحجم على أرض مصرية لازم كلنا نشارك في نجاحه بإذن الله. فبوجود رعاية وزارة الشباب والرياضة ووجود الأهلي باسمه أو يعني تاريخه طبعا، أعتقد إن ممكن يكون هناك يعني عوامل نجاح بإذن الله لهذا.